راني في ولايه مدينه بزاف ما جيتهاش، بزاف ما جيتش المهرجان هذا اللي كنت انا سنة 2009 و 2010 شاركت ديجا كممثل في المهرجان، اليوم راني فرحان، عاود تلاقيت بصحابي، عاود تلاقيت بالمنظمين تاع المهرجان اللي نحيوهم بالنسبة، نعرف الباش سهلة باش تعاود كل عام تكون في المهرجان، نحيوهم على هذا الشيء، نبارك المدينة التنمية، نبارك الجمهور، نبارك الجمعية اللي انضمت لهذا المهرجان، إن شاء الله تكون طبعا خير من طبعة الحكاية. شكرا. شكرا. هذا الغياب يعني لمدة ثلاث سنوات، لأن نقول هذا الغياب ما هوش يعني محتم، ولكن على الغالب لظروف كما نقولوا صحية بوكو بيس مع هذه الأزمة نتاع الكوفيد إلى آخره، هو اللي خلى شوية المهرجان هذا يكون عنده ركود لمدة ثلاث سنوات. بطبيعة الحال دركا المهرجان رجع بقوة إن شاء الله، نتمنى له كما نقولوا الاستمرارية وتطور بوكو بيس، خاصة في المادة يعني بوكو بيس المادة الإعانة من طرف الولاية من طرف البلدية إلى آخره، حتى مديرية الثقافة هكذا باش المهرجان يكون له صدى كبير ويكونوا الفرق الكل هنايا متواجدين، لأن المهرجان بدون لقاء الفنانين ولا الممثلين مع المخرجين مع الكتاب مع الدكاترة المهرجان ومشاركته، أنا إحنا ماذا بينا نفيدوا هذا الشباب هذايا بالمعارف اللي عندنا بالتجربة نتاعنا إلى آخره. نتمنى كل التوفيق لكل الفرق اللي راهي تشارك، مادامني راني عضو في لجنة التحكيم من لهم الازدهار والابداع بوكو بيس. التنظيم ما شاء الله ما شاء الله، ما عندي ما نقول، تنظيم يعني حتى الاستقبال يعني ما شاء الله، تنظيم ما شاء الله ما عندي ما نقول، وهذا موش اطراء الولايه فوالا صدق فوالا نتكلم مع بصدق نقول يعني صراحه الاستقبال كان في القمه ومديه مضيافه مدية تاريخية بوكو بيس ومدية المضيافة وناسها الطيبين. شكرا. شكرا صح. تقدمهم برك عندهم أشياء أكثر منا، عندهم مقاربة علمية للفكاهة، مقاربة تجريبية علمية مخبراتية للفكاهة، فنحن إن شاء الله بها العليا. لذلك المهرجان مهم جدا في هذا الباب، مهم جدا مهم جدا، لأنه يسقل المواهب التي بإمكانها أن تعطي ما يسمى بالنفس الجيد والممتع للفكاهة. مواضيع اجتماعية عموما، مشاكل اجتماعية إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء بإمكانها أن تعطي صورة واضحة لمشاكلنا من جهة، ومن جهة أخرى للحد من الهموم، لأن